فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الوعد بالهلاك والخسار في قوله سبحانه تبت هو لكل من سب الرسول صلى الله عليه وسلم وليس خاصا بأبي لهب؟ بلا شك، هذا بلا شك أنه يتناول، إن كان سبب نزولها فعل أبي لهب فإنه عام لكل من تنقص الرسول صلى الله عليه وسلم وأذاه أو سبه. نعم.